هذا وأكدت وزيرة السياحة رانيا المشاط أن مصر أرض السلام والأمان، وأنها كما كانت الملاذ للعائلة المقدسة فهي ترحب بضيوفها في أجواء من الأمن والأمان. أود وأؤكد لكم أن هذه الاحتفالية تعكس حقيقة راسخة، وهي أن مصر كانت وستظل دوما أرض السلام والأمان. فكما كانت ملاذا للسيد المسيح عليه السلام وأمه السيدة العذراء، فهي تفتح ذراعيها دوما لجميع ضيوفها، ترحب بهم وتظلهم في أجواء من الأمن والأمان. الحضور الكريم، إن هذه الاحتفالية أيضا تعكس دور المنظمات المجتمع المدني في تعزيز جهود الحكومة بوجه عام، حيث تسلط هذه الاحتفالية بوجه الخصوص على أحد المشاريع السياحية المهمة في مصر، وهي مسار رحلة العائلة المقدسة.